جايين مولين اننا نحقق نتيجه ايجابيه الحمد لله. اللاعبين القتالية ديالهم معتمدة استطاعوا انهم يديروا الفريق اليوم. ما ننساش نسير نشكر السي احمد البهجة على العمل اللي قام به، لان السي احمد البهجة هو ابن الفريق والقلب ديالو راه كان معنا اليوم والحمد لله تنهدي له الانتصار. سهل شويه المأمورين ديال كوكب مراكش. شكرا. هذا يمكن نقول ان الاداء ديال اتحاد طنجة سهل المأمورية، لان الى شفنا مباراة فريق اتحاد طنجة طاح عليه فرص. فريق اتحاد طنجة تنظن انه من الناحيه البدنيه ما غاديش يكون في فرق مراكش، لان عنده لعب مباريات كثيره ضرب 10 ايام انه تقريبا ولا 12 يوم 10 ديال المباريات، لان 4 ديال المباريات لان تراكموا عليه المباريات. ولكن حنا اللاعبين ديالنا امنوا بالحدود ديالهم في المباراه، بقاو مركزين في المباراه حتى جاو الاهداف. وكما قلت لك فريق اتحاد طنجة فريق في المستوى، قدم مباراه في المستوى، قدم موسم لا الموسم اللي مضى ولا هذا الموسم هذا، قدم موسم في المستوى. المباراه كانت فيها واحد النبتيه والغلبه كانت الفريق اللي ركز في التقارير ضمن قسم الصفوق. الحمد لله الامل نتاع جات بهذا الانتصار هذا، لان الانتصار جا في واحد الطرفيه اللي مرينا من واحد سلسله ديال النتائج السلبيه. الحمد لله هذا الانتصار نعش الامل ديالنا. فالان باقي لنا 4 ديال المباريات، مثلا نعتبر 4 ديال النهائيات، لان خصنا ناخذ مباراه بمباراه، نركزوا على مباراه بمباراه. عندنا جوج المقابلات داخل الميدان، خصنا ما امكننا نجمعوا منهم النقاط، لان تنظن هذا الموسم هذا فالفريق اللي غادي جوج الفرق اللي غادي ينزلوا القسم الوطني الثاني غادي يتحددوا في الدور الاخيره. الدور اللي كان مع الفريق اكيد ان الانفعال ديالنا اللي كان في المدرجات فهو نابع عن واحد ستريس وواحد الضغط كنا عايشينو طيله سرد المده الاخيره. كنطلبوا منهم السماح الى صدرت منا شي حاجه. الدليل هو ان قبل ما ننزلوا غرفه تغيير الملابس جينا لعندهم وتسامحنا معهم. بخصوص المقابلات كما قال السي يوسف نقدر ناكد عليه هو اننا حنا ما بقاش عندنا الدوره 24 ولا الدوره 25 ولا الدوره 26. فحنا يوم الاحد غادي نلعبوا الدوره 30 على اساس بلي هذاك المقابله اللي غنلعبوا نهار الاحد فهي المقابله اللي غادي تخلينا اننا نبقاو في القسم الاول. وغادي نشوفوا المقابله اللي من وراها ان شاء الله. كيف ما لعبنا اليوم بلي راح نلعبنا غير الدوره 30، اننا هذه هي اخر مقابله عندنا، خصنا نحققوا فيها نتيجه ايجابيه. انا ما كنقولش انتصار ولكن كنقول نتيجه ايجابيه لاننا لاعبين خارج الارض ديالنا. فريق اتحاد طنجة ما كانش فريق ضعيف، اكثر ما خلينا حنا يظهر بهذاك الوجه، لان الصفوف ديالنا كانت متقاربه، كانت اللاعبين كانوا كل لاعب ما كيضحيش على قبل الفرق ولا كيضحي على قبل صاحبه ديال الحساب. كان كل واحد تيدير خدمته وكيحاول يدير الخدمه ديال الزميل ديالو. اكيد ان المجهودات ديال اللاعبين فراها ترسخت في ارض الملعب، وصرنا نحققوا الاهم هو ثلاثه نقاط من المدينه. المباراه ديال كنا كنعرفوا بانها تكون صعيبه جدا، بحال المعامل العوامل. العامل الاول هو انه سابقا في المغرب انه واحد الفريق كيلعب تقريبا من خلال ثلاثه اسابيع كيلعب الاربعاء والحد والاربعاء والحد والاربعاء والحد، هذه ماشي سهله. وما كنعتقدش وكيل انه شي فريق على المستوى الوطني داز من هاد النتائج اللي دازنا منهم. حنا كنا عارفين بانه هاد القضيه غتاثر على المردوديه ديال اللاعبين، لكن الظروف هذا الشيء اللي كاين، واحد عدد اللاعبين كانوا مصابين عن الرجوع. كاين العامل الثاني كذلك هو انه لعبنا مع فريق في وضعيه صعبه، فريق مثل كل وضعيه صعبه بطبيعه الحال كتكون واحد القتاليه كبيره، وانا كنستغرب انه هذا الفريق هذا الصراحه يعني زبون الكوكب من فريق منظم جيدا. في الشوط الاول كان عندنا بعض المشاكل على مستوى التمركز، خصوصا ملي كنا كنخرجوا بحدا الكره من الخلف كنا دائما كنكونوا كنتعطلوا في اخراج الكره، وكنا كنضيعوا بزاف الكرات في النصف ديالنا الملعب ديالنا. كذلك ما كناش كنرجعوا بالسرعه الضروريه على مستوى وسط الميدان، ما كناش كنرجعوا بالسرعه الضروريه، واحيانا كنا كنبقاو في وضعيه تخلف عددي بالنسبه للخصم. في الشوط الثاني حاولنا اننا نتغلبوا على هذا المشكل في وسط الميدان، وقع تحسن الى حد ما. المقابله يمكن نقول بانه كانت متكافئه. احنا جاتنا فرصه ولا جوج فرص تقريبا ديال التسجيل، بلا ما نذكر يعني الفرص كل اللاعبين اللي كانوا في الوضعيه، ما ساعدناش الحظ اننا نسجلوهم. والى حدود الاصابه الاولى كانت مباراه متكافئه. ملي سجلوا علينا الاصابه الاولى
فقدنا التمركز ديالنا في الملعب وسجلوا علينا الاصابه الثانيه، لان حاولنا اننا حنا نمشيو بالهجوم جميعا سميتو طلبنا من سيبويتش انه يطلع الهجوم، يعني جات شي كره عاليه باش تسجلها، وهذا طبعا هذا الامر كيعرض بالخطر انك تلقى واحد الهجوم مضاد ويتسجل عليك، وهذا الشيء اللي وقع في المباراه. السبب الرئيسي هو انه طلبنا من اللاعبين واحد المجهود كبير جدا، راه ماشي سهل تحدوا الرعد خلال ثلاثه اسابيع متتاليه، ماشي سهله. مازال حنا نعتقد ان اللاعب المغربي على المستوى الوطني مازال ماشي مستعد باش يعمل، وانه توجت المباراه اللي خسرناها اللي دازت المباراه السابقه وخسرناها كذلك، يعني الخصم ما كانش متفوق علينا حتى مع الوداد، ولكن داك الاضافه داك البلوس اللي خص يكون عند اللاعب على المستوى البدني ما كيبقاش داك شكون يسبق الكره الاولانيه، شكون يربح لي ديال، وهذو العناصر اللي مرارا كتحدد المصير ديال المباراه، فالعياء كان عنده دور اساسي هنايا. شوف ما نهضرش على واحد الحديث اللي بالنسبه لنا حنا كان واضح كيفاش وقع، انا نقول لك الصراحه انت كتعرف انني انا ارتحت بالفريق اليوم صباحا، التحقت بالفريق ما لمستش بان انا سولت بطبيعه الحال يعني الاخوان باش اللي كانوا ساقني يعني شوف الاجواء ديال الفريق كي دايره، قالوا بان الاجواء ايجابيه، ما لاحظتش صراحة انا ما لاحظتش بانه كاين هناك شي مشكل فيما بين اللاعبين، انا كنرد هذا يعني اخطاء تكتيكيه وبحال قلت لك العياء البدني، ثم ما ننساوش كاين واحد كاين العياء اخر هو العياء الذهني، العياء الذهني راه اساسي ملي اللاعب كيدخل في واحد الدور، ما ننساوش بان الفريق ديالنا داز واحد المرحله حساسه، تعرف ملي كيتبدل المدرب دائما كيوقع شي شويه ديال الخلل في السير ديال النادي، كيكون اللاعب عنده واحد بحال نقولوا الطبائع ولا واحد النوع ديال واحد الاوتوماتيزم كان ماشي فيه اللعبه مع بعضياتهم، كيبقى شي شويه ديال الخلل في ديك المسيره هذيك، ودائما كيأديو الثمن ديالها، ولكن هذا الشيء كامل كان يمكن للفريق يتجاوزو. كنعتقد شتي اليوم لو كنا غير سبقنا تسجيل الاصابه كنا حنا السنون سباقين الاصابه كيكون شيء اخر، حتى العياء ما كيكونش عنده التاثير بحال لانك ملي كتبقى دائما كتجري وراء النتيجه. لا ما انا اسمح لي ان نخالفك الراي، انا ما كنعتقدش ان اللاعبين شي عامل ديال يعني خارجي ولا غير رياضي، انا كنرد هذا الشيء كلشي بحال اللي قلت لك، العياء خموا فيها مزيان، راه من المستحيل اللاعب يلعب يعني ثلاثه اسابيع يلعب ثلاثه مباريات الاربعه والحد والاربعه والحد ثلاثه مباريات في الاسبوع راه صعب جدا، اللاعب كيفقد التركيز ديالو، كيف قد ديك سميتو القوة ديال سميتو الاكسبوزيفيتي هي اللي اساسية كتكون في المباريات. ودابا حنا اش كنخدموا؟ دابا اش كنخدموا حنا في التدريب؟ دابا كنهضر على الاخوان اللي كانوا في هذه الفترة هذه، كان حنا كنلعبوا وكنحاولوا ريكيبيريو، كنلعبوا وكنحاولوا ريكيبيريو، يعني ما كونسونتري با ما كندربوش، كنلعبوا المباراة وكندوزو ديك اليومين نحاولوا نسترجعوا فيها اللياقه ديالنا، عاود كنلعبوا مباراه عاود كنحاولوا نسترجعوا اللياقه، راه ملي كتكون كتلعب ثلاثه المباريات في الاسبوع بحال اللي كيوقع في الشامبيونز وداك الشيء، راه هادشي اللي كتعلم خصك تحاول وماشي سهل، انا كنقولها نظريا حنا عارفينها ولكن ماشي سهل، اما شي عامل اخر خارجي زعما صراحه ما كنعتقدش، بالعكس شفت اللعبه لحمه بيناتهم كيشجعوا بعضياتهم متماسكين، ولكن هي دائما اللي ما كتكونش النتيجه كاين الانسان طبعا يبحث على مباريات مقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، كنعرفوا بأن غتكون ضد خصم اللي بطبيعة الحال كيتنافس معنا دائما لأن هذا سيتان ديربي، حنا غادي نعملوا المجهود ديالنا بأننا باش نحاولوا نسترجعوا اللياقة ديال اللاعبين، هذا هو العنصر الأساسي اللي كنركزوا عليه الآن حنا، لأن ما يمكنلكش تعمل شي عمل آخر، نحاولوا نركزوا على نسترجعوا اللياقة ديال اللاعبين ديالنا. المقابله ديال تطوان ماشي اهم من هذه المقابله هذه، كنا ربحنا حنا هذه المباراه بالنسبه لي انا كانت اهم، لان كنا ربحنا هذه المباراه هذه غادي يمكن ندخلوا على السباق بالنسبه للمراكز الاولى الاربعه ولا ثلاثه ديال المراكز الاولى اللي كتخول لك المنافسات القاريه الدوليه، ما قدرناش بالنسبه لي المباراه ديال المغرب التطواني هو ديربي، ولكن حنا كناخذوها بنفس الاهميه بحال خدينا بها المباراه هذه بحال جميع المباريات، لان الفريق راه ملي كيخرج راه كيخرج دائما باش يربح، عمره ما كيخرج باش كاين هو بان هذا فريق اهم من هذا ولا باش احنا المغرب نشوف كوكب مراكشي فين مرتب وما انتصر عليه، سيعرفوا خصوصا الجمهور يعرف بانه ولو اننا سالينا في
مباريات اللي كنهزموا فيها طبعا حتى شي واحد كيبغي ينهزم، ولكن انا كنأكد لكم بان المسيرين اللي تكلمت معهم مصر كيشتغلوا وراه كل شيء عازم على ان خصو يرجع الاتحاد الرياضي طنجة يرجع للمستوى ديالو اللي كان تألق فيه في هذه السنوات الاخيره. والناس يصبروا علينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. اما فيما يخص العنصر المحلي اعتقد بانه راه دخلنا المهاجم الاوسط ديالنا دخلنا شاب اخر ممكن يمكن في طبيعه الحال انك لحظه واحده تغير كل شيء لانه تكون مجازفه، ولكن راه انا كنأكد لكم بان الباب مفتوح للجميع. هذوك اللاعبين ديالنا اللي الشباب اللي عندهم طموح وشوشور الباب مفتوح للجميع.